ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركض المثلث وركض الشاترانج من الأركاض المهمة في تدريب كرة القدم، بل الآن أدربها بدون كرة، أدربها مع تدريب بكرات بيكون أحسن، أدربها مع تدريب بأداء مهاري بيكون أحسن، أدربها مع تدريب بنوع من التكتيك بيكون أحسن، فيكون أحسن جداً. خصوصا عندما تكون انت تعمل مع الفئات العمرية او تعمل، يعني من اقول انا الفئات العمرية اقصد 14 فما فوق، تسيطر على المسافات، تسيطر على شدة الشغل مالك، تسيطر على نسبة العمل الراحة. دائما الراحة ضرورية جدا جدا، تفكر بها. ومن تبدي الوحدة التدريبية بإحماء على سبيل المثال دون كرة، جيد، ممكن ان تعمل تمارين توافق، تمارين رشاقة بسيطة، تمارين إحماء يسموها الفان جيم بالكرة، ما في مشكلة. تركز على بعد ذلك تجي وتركز على تدريبك البدني، هذا تدريب بدني. شوف واحد الآن يسأل كيف هذا تدريب بدني، هذا شوتينج، لكن قيم العمل البدني به كثيرة، والعمل الفني كثيرة، وحتى عمل يعني يرتبط بالتكتيك. واحد يلعب إلى اثنين، اثنين يعيد إلى واحد، واحد يهاجم يلعب إلى اثنين أمامه، اثنين يهاجم الكرة ويلعبها إلى ثلاثة. يعني أنا بالبداية بديت مناولتين جدارية بين واحد واثنين، هاي مناولة جدارية أولى، هاي مناولة جدارية ثانية. بعد الاستلام من المدرب أنا عملت هنا نوع من أنواع، يعني أنا أسمي التكتيك، المناولات الجدارية نوع من أنواع التكتيك، وهو نوع من أنواع المناولات. فأنا أعمل هنا أنا شيء جيد، لكن أنا قلت هذا تدريب لياقة بدنية. إذا اللاعب الثاني من يهاجم ويحول، واحد ينتظر، اثنين تحرك، لعب الكرة بالمباشر إلى ثلاثة، وعمل تدريب بدني اللي نسميه شاتر رانينج، 10 متر 10 ياردة بعشرة ياردة، ذهاب وإياب أسرع ما يمكن، سريع سريع، ثم يهرول خلف المجموعة. ثلاثة استلم، لعب مناولة جدارية وهي أربعة رد للكرة، ثلاثة راح للكرة، لعب خمسة وراح خلف مجموعة أربعة، ممتاز. يعني هذا ممتاز، المناولة الجدارية الثالثة بالتمرين زين، أربعة لعبها الخمسة، أربعة يروح خلف مجموعة خمسة. إذا ثلاثة خلف مجموعة أربعة، أربعة خلف مجموعة خمسة، خمسة هيئ الكرة أمام الهدف للاعب رقم واحد، الآن لاعب رقم واحد انطلق وصوب على المرمى وراح خلف مجموعة اثنين، بينما خمسة أدى واجب بدني مهم هو ركض المثلث. زين، واحد عشرة بعشرة مناولة. لاحظ أنا دربت بدني هنا، دربت بدني هنا، دربت تبادل كرة فني، دربت مناولة جدارية، مناولة جدارية، مناولة جدارية، أسلوب من أساليب التكتيك للتغلب على المنافس سواء في المناطق الحسم أو أسفل خطوط التماس أو في أي مكان آخر، اللي يسموها وان تو أور وول باس، كل كرة قدم الآن. لكن أنا عندما يعني هذا الموضوع أرسم الآن، أقول ندرب اليوم الشاترانينج وأجيب اللاعبين أدربهم شاترانينج. الشاترانينج يعني الركض المكوكي، الذهاب والإياب يسموه الذهاب، بدون كرة ما بي خطأ، لكن أنا ما أفضل خصوصا مع الفئات العمرية. مع الكبار أوكي ما في مشكلة، يعني أحط 4 علامات على بعد 10 ياردة 10 ياردة وأعطيهم أركض أرجع أركض أرجع أركض، لكن مع الفئات العمرية أحب أن يكون هذا التدريب، هذا التدريب وغيره من تدريبات اللياقة البدنية مرتبطة بالشكل هذا اللي تشوفه قدامك. هاي فوتبول، هاي كله فوتبول. هذا بدل أن تدرب اللياقة البدنية معزولة عن ما يعرف الكرة أو الكرات، أنت تدرب الآن كرة قدم. يعني واحد يقارن الآن، المثل اللي أقوله دائما، يعني أنت شوف فريق يدرب هذا وهذا ويقولوا لك مثلا هاي التمرين شنو؟ هاي أي لعبة؟ تقول والله ما أدري، هو هذا الفريق شنو؟
يقول لك أنا فريق كرة يد. أوكي، هذا رجل المثلث يدربه كرة يد، رجل الشطر يدربه كرة يد، لكن تعطي صفة لتدريبك أن تضع الكرة وتضع الهدف. أما إذا أخذت التدريب البدني مجرد من الكرات ومن الهدف، يعني من المنطقة اللي بيها اللاعب، يكون تدريب صحيح ما في خطأ، لكن هذا أسلوب وهذا الذي أمامك أسلوب. أنا أشوف ثلاث مناولات جدارية، ركض سريع شطر وركض سريع مثلث، أيش تريد باللياقة البدنية تسوي؟ هذا كله بلياقة بدنية وبأداء فني وب يعني نوع من التكتيك اللي هو المناولات الجدارية، هذا بدني وفني ونوع من التكتيك المناولات الجدارية، هذا بشوتينج زين وبركض مثلث. هذا ما يعني أفكر فيه، أنه الآن إذا مدرب شاف هذا التدريب يقول صحيح أحسن ما أدرب المثلث والشطر والمكوكي بدون كرة، أضع في فعالية تدريبية ونفذ اللي أريده بدون كرة، نفذ بهذا الضلع وبهذا الضلع وبهذا الضلع فني وبهذا الضلع فني، فيكون التدريب جيد ومناسب لتحفيز اللاعبين. اهتموا بتحفيز اللاعبين فيما يعرف بالفئات العمرية، اهتموا جيدا، رغم أنه أنا لو كنت مدرب الآن وعندي فريق أستخدم هذا، حتى لو فريق محترف أستخدم هذا التمرين، من أهم التمارين في كرة القدم اللي تأتي بعد فترة إعمال جيد وتحقق أهداف بدنية، تحقق لك أهداف فنية، ولا بس نقول نوع من أنواع يعني المفاهيم التكتيكية. كل كرة قدم أفضل عنها هاي الصورة أشوفها في الملاعب مع مدرب اللياقة البدنية، عن الصورة الأخرى التي أراها دائما تدريب هذا النوع من الركض وهذا النوع من الركض بدون كرات، علما بأني أؤكد بأن تدريب هذا النوعين بدون كرات ليس بخاطئ، لكن أنا أفضل هذا لزيادة ما يعرف أولا تحفيز اللاعبين، ثانيا وهو المهم العمل مع الكرة. شكرا جزيلا على الموافقة المولى، حياكم الله. اليوم 24/6/2023، شكرا جزيلا. صلى الله على سيد رسول الله الهادي الأمين، شفيعنا يوم الدين إن شاء الله.